السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نفتح صورة، فبقول له فايل اوبن وابدأ اختار الصورة اللي انا عايز افتحها. تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا عايز اختار الصورة ديت مثلا، مثلا الصورة ديت اوبن الصورة دي. طيب لو انا جيت هنا وعايز افتح الصورة الجديدة جوه الصورة ديت تبقى موجودة معاه هنا، ما اقولوش بقى اوبن، اقول له اوبن از لير. اوبن از لير هيفتحها لي وينزلها معاها. خلينا نختار مثلا صورة زي مثلا ديت، تمام. طبعا جت كبيرة فعايز اغير السايز بتاعتها، فهاجي هنا على اللير ديت وادوس رايت كليك واقول له ان انا عايز اعمل سكيل لللير دي بس، سكيل لير، تمام. فبيقول لي اكتب الرقم اللي انت عايزه، وطبعا هنا معمول لينك على اساس ايه، لما تغير فوق يتغير تحت. طيب انا هقول له بدل 2500 خليها 250 بالشكل دوت سكيل، يبدا يصغر لي الصوره زي ما انتم شايفين. تقدر تنقل الصوره دي في اي مكان تحبه، مثلا في الجزء ده مثلا. طيب برضو من الاختيارات بيقول لك اوبن لوكيشن، فتدي له اليو ار ال بتاعه الصوره وهو يفتحها. يعني لو انا جيت هنا ولقيت الصوره دي مثلا، ممكن تقول له open image in new وتعمل select كده وتقول له copy image address، وبعد كده تروح فاتح برنامج الجيمب وتقول له افتح لي الصورة ديت، يروح فاتح لك الصورة زي ما انت شايف.